بكرة أنا أديك أديك فكرة. أنا اليوم كنشوف غير بعين شنو هو اللي يقدر يكون بالنسبة للشباب سبورتيف، فيه ان غان سبورتيف. دونك راه سا بو ايت دون لي دو سونس، راه نديو ونجيبو بطبيعة الحال. أو أيضا لا دونك. أنا كنت من الاول ملي كتكون علاقة ديال انت كمساهم كتسهل، ولكن راه عندنا كان ان شاء الله مور هذا الوباء الى ترفع non pas très longtemps on va conclure un accord avec une équipe belge inchallah كنتمنوا باش حتى هي au début ça sera un partenariat على ما نقلبوا على كيفاش نطوروا المسائل بالاضافه للشباب يعني الفريق ديال الشباب المحمديه، وبالاضافه لما يمكن ان تربحه كما قلت المنتخبات الوطنيه. نوليو تحنا عالميين، لما لا ايضا ما الذي يمكن ان تربحه كره القدم بشكل عام من دخول مستثمرين مغاربه لمجال الاستثمار في كره القدم في اوروبا؟ شوف انا بسيت لك جمال، هاد المواهب ديال هاد المغاربه كلهم راه كاينين. وشوف مع العلم انه جمال الى جيتي تشوف راه ملي هضرنا على ديك 80% اللي التحقت بالفريق الوطني المغربي، راه ما تكلمناش على دوك اللي ما التحقوش ما لبسوش القميص ديال الفريق الوطني، اللي احنا كمغرب وماشي هادوك الناس راه ماشي وطنيين ولا ما عندهمش حب للبلاد ولا شي حاجه كيف ما تسوقات بعض المرات. راه دوك الناس دوك المغاربه عندهم تا هما الحب والغير على الوطن ديالهم، ولكن ملي كتلقى عنده 80 18 18 سنه وفي لو ديبي ديال سا كارير سبورتيف كيولي واحد الوقت خايف الى يكون لو شوا ديالو ناسيونال ياثر ليه على لا كارير ديالو. راه شحال من لاعب يمكن تلقاه يمكن بغى يجي يلتحق بالفريق الوطني، ولكن اتصل به يمكن الكوتش ديالو ولا رئيس النادي وقال له ودي راه ليكيب ناسيونال ديال هاد البلاد ولا هاد البلاد بغاتك وعندك بلوس دافونير واسهل بالنسبه للكارير ديالك، حنا باش غدا نقدروا نبيعوك الى بنتي مع ليكيب ناسيونال ديال هولندا مثلا، غادي يكون عندك اون فالور بلو مارشاند بلو فاسيل ا افوار سور المارشي كو سي سير سور الماروك. دونك مسكين كيجي كيشوف انه مضطر ياخذ واحد الطريق اللي يمكن كون كان عنده اختيار ما ياخذهاش. بكل تاكيد سي هشام، انت اليوم رئيس ديال فريق شباب المحمديه، انت ايضا الممول الاول لفريق شباب المحمديه، ولكن هذا الوضع ديال انك تبقى الممول الاول ديال فريق شباب المحمديه ما يمكنش يستمر يعني طويلا. لا شوف جمال ما يمكنش حيت ما عنديش لي مويان باش نبقى غادي بهاد السرعه. وديما هذا هو السؤال ديالي باش من جمال، حيت يمكن ما تبعتيش من الاول، كان من الاول نهار جيت انا للشباب وبدينا ديك الساعه في 4 ديفيزيون دونك الاولى اماتور، راه وعدتهم وقلت لهم ودي راه حنا نشوف راه عندي انا مهمه وحده هو نبين للناس ديال هاد المدينه بما راه هاد المشروع راه ممكن ينجح. حيت المشكل انه الناس كانوا كيعيوا من هذا. سي هشام اسمحي لي، هذا هو السؤال اللي بغيت نطرح لك. يعني هذا الوضع ما يمكنش يستمر، ولكن شنو هي الرؤيه ديالك انت وديال فعاليه المدينه باش ان الشباب المحمدي ما يبقاش فقط واقف على هشام اسمي؟ الرؤيه ديالي هي ما نكونش غلط في مدينتي، حيت الحمد لله انه ما غلطش في الفريق ديالنا، انه الفريق ديالنا هو كاين ويمكن يدير وهو كيبين بما كيدير، ولكن خاصنا نبينوا بين المره حتى ديك المدينه راه عندها ناس ديالها مغيرين اليوم. حيت شوف يا جمال نهضروا بالواقع انه هادشي ديال لو سبونسورينغ راه مزيان، راه حنا كنحاولوا ونسي دو دوني اون سيرتين ايماج دو كلوب، داكشي علاش ما بغيناش نسوقوا السميه ديال الكلوب باي مبلغ، ولكن راه اسونسيلمون في المغرب حيد كالكو بوتي كونطرا تري رار راه كتبقى du mécénat, d'un accompagnement d'un projet, un accompagnement d'une ville, les quatre cônes, ou les quatre cas derrière, des offices ou des organismes étatiques ou là, des multinationales implantées dans des villes, les c'est une action sociale, donc c'est un mot qui me chauffe dans le projet.
كيف ما عرفناه في المغرب، ونضرب نقول بلا ما نبقاو نتروغو، كيقول لك فعاليات ديال المدينه وفعاليات ديال المدينه. كاين فعاليات ديال المدينه بعض الناس كتلقاهم فريمون عندهم غير على المدينه، وكاين بعض الناس اللي كيمشيو راه كيمشيو مع الاداره، حيت هذوك راه كيمولوا مشروع اللي جاي وعنده واحد لابوي من عند لي زوتوريتي، راه كيمولوه. الا ما عندوش راه ما كي هذاك، ولا يمكن الا كان بوليتيك سياسي مورا هذا المشروع راه كيجي كيعاون، حيت عارف راسو غدا غادي يحتاج داك السياسي، دونك كيعاون داك الفريق، ولكن هو راه ما عنده لا حب لا جوج في الفريق. داكشي ظرفي. واخا باش نفسروا اكثر، نوضحوا اكثر، شنو هي حاليا الموارد؟ توضح اكثر من هادشي. لا الموارد الماليه دي، لا الموارد الماليه ديال شباب محمديه، ديال شباب محمديه الميزانيه باش كيدور، يعني الموارد ديال شباب محمديه. باش نهضروا بالموارد الماليه اكتويال، هي من غير الجماعه اللي زعما مشكوره دارت معنا ني فوق، واخا حنا كنتمناو باش يزيدوا في داك لي فور ديالهم، حيت زادونا واحد المبلغ، ولكن بالنسبه لي بوزوان اللي تزادوا راه سي ديريزوار. دابا عندنا من عند الجماعه 1,600,000 درهم، ومن عند مجلس العماله 1,760,000 درهم، بالاضافه الى الجهه اللي هاد السنه اول مره حتى هي دعمت الفرق الاحترافيه. دونك حنا في الموطن الثاني عندنا 1,000,000 ديال الدرهم، هادشي اللي عندنا، بالاضافه للموارد اللي كتجيك من عند الجامعه ديال لي دروا تي في اللي فيهم 3,000,000 ديال الدرهم. لو ريست سي انا وبعد الاصدقاء اللي ديالنا وبعد الناس اللي معنا في المكتب اللي حتى هما ساهموا في تدبير. تقريبا شحال دخل هشام ايتمنى منذ توليه رئاسه شباب محمديه في ماليه الفريق؟ الا قلت لك غادي يجي له عليا في داري، دونك احسن لي ما نقولكش. تقريبا يعني قلت لك الا قلت لي غادي يجي له عليا من الدار، دونك حشومة نقولها، ولكن راه كاينه في التقارير الماليه. يعني شنو هو كريدي، سلاف، استثمار؟ لا شوف كاينه لا بروميير بارتي اللي كانت السنه الاولى اللي كانت اون طونك دون لي لا استثمار لجوج، هي ديال لا كونفونسيون اتفاقيه اللي خصها تكون ما بين الشركه والنادي، يعطي نموذج يخرج بكري باش نقدروا نبتوا في التحول ديال نظام الشركه من نظام النادي لنظام الشركه. واخا العلاقه ديالكم يعني بالمجلس البلدي ديال شباب محمد ديال مدينه المحمديه كان واحد النوع من التوتر هو اللي كان سبب في تاخر جمال كيف هي العلاقه اليوم؟ لا العلاقه مزيانه، كيعاونونا، كنتعاونوا معاهم، ماشي داكشي اللي كنتمناه، ولكن ما نقولوش انه ما عندناش عراقيل. باش نقولوا كانت عندنا مشكل ديال الكراسي، ولكن تحل، درنا واحد الاجتماع وتحل، وتجاوزنا هذاك المشكل اللي كان تخلق، اللي يمكن ما خصو ما عمره ما يتخلق، ولكن بون سيتي بلوس. المهم سي هشام في الجواب ديالك داز هذاك المشكل، ولكن ما نقدرش انا نتكلم على المجلس، ما عنديش لي شيفر ديال المجلس،
لانه داكشي اللي كنتمناو من الجليس مازال باقي لو ستاد، خاصنا نبنيو واحد الغادا اللي مازال ما شرعناش فيه. علاش؟ لانه مازال حنا كنطلبوا واحد لا كونفونسيون ما بين المجلس والنادي. لانكس اللي فيها لي تيران دونترينمون اللي ما كاينينش، صوبنا حنا واحد بو ليكيب بروميير، ولكن خصنا نصوبو جوج اخرين. طلبنا اون كونفونسيون مع النادي، مع المجلس البلدي، قالوا لنا غادي يكون واحد لا كوميسيون اللي غان هذاك، هذه دابا 8 شهور حنا كنتسناو في الكوميسيون، مازال ما تخلقاتش، ولكن مازال عندنا الامل. ما كتشوفش السي هشام في الجواب ديالك انك كدير شويه السياسه، شويه كتكوي، شويه كتبخ، لان في النهايه عطيتي معطيات انه ما كاينش العلاقه، ما كاينش ذاك الدعم اللي كنتو كتسنى. شوف قلت لك ما كاينش عراقيل، دونك ما ضربتش، ما خديتش لا كاسكيت السياسيه، دونك السلبيات ما جاوبتش، قلت لك ما كاينش، ما كنتحركوش بلا ميم فيتاس. راه يمكن الفلطه جايه مني انا جمال، حيت يمكن انا جو سوي ان بو ترو رابيد، يمكن المجلس ما كانش كيتسنى انه الفريق يدوز كاتريام تخوازيام دوزيام وباغي يطلع بريمير هذا العام. دونك اون افونس با افيك لي ميم فيتيس. ولكن واش غادي نقول لهم واش انا جو سوي ترو رابيد بالنسبه ليهم ولا هما اللي تقال بالنسبه لي؟ الله اعلم. حتى هذا تفسير. واخا سي هشام، انت يعني من دخلتي المجال ديال التسيير ديال كره القدم الى اليوم، اشنو ربحتي من دخولك المجال ديال التسيير في كره القدم؟ واش دابا في نظرك كاين شي ربح في التسيير ديال كره القدم جمال؟ ولكن لما كانش اون دور دون ساتيسفاكسيون، هو الربح ماشي بالضروره كيكون مادي. شوف لا اون دور دون ساتيسفاكسيون بيرسونيل ديال واحد المشروع ديال واحد النادي اللي عزيز علينا وعزيز على المدينه، اللي شناه اللي كان في نيتا كوماتو، اللي شنا عاود حياه وعاود ولا واحد الحلم في المدينه، واحد لونغومون اوتور ديال هاد لو كلوب اللي كيف ما كنا عشنا فيه وكنتمناو نعاودو نرجعو لذاك الايام اللي كنا كنعيشو. سي لا سول ساتيسفاكسيون بيرسونيل، اي الحمد لله فيو كسي في بار باسيون، ما كتسناش شي حاجه. ودو توت لي مانيير سي جمال، النصيحه اللي عندي لاي مسير في الكرة، خصو يعرف أنه ربح واحد اللي كاين في الكرة في الأخر هو المعيور. شوف ما يمكنش كيف ما كان المسير في الأخر كيربح المعيور. وهذا واقع ديال، ولكن علاش أخويا جمال؟ وللأسف هذا مرتبط بدرجة. علاش جمال؟ زعما علاش حنا ما نطلعوش حنا النيفو ديالنا مع المنخرطين ومع الجمهور؟ بون يقدر التسيير يكون مش مزيان، يقدر الواحد يكون غاضب، واش لابد نوصلوا لديك المعيور؟ بون نقدروا، راه كاين وسائل باش تبدل المسؤولين ملي كتكون النتائج ما عجبتكش ولا التسيير ما عجبكش، بلا ما يبقى توصل ديك العلاقه انه تكسر واحد العلاقه ما بين واحد الجمهور وواحد المسير ولا واحد المنخرطين والمسير. ماشي كنقول لك ما تكونش معارضه، لا بدا معارضه، غير كنقول لك ملي توصل بون ليميت. انا قلت لهم شتي انا ما عنديش مشكل، انا كيف ما جيت للشباب واحد النهار غنمشي منها، النهار ما تبغونيش قولها لي اللي جبتو انا نقول بسم الله. وهذا هو هذه من يعني من الضريبه ديال التسيير في المجال الرياضي، سواء كان المسير ناجح او مسير فاشل. جمال مشى منها مره 13 عام ونبقى فيها انا، واش دابا زعما انا واخا كان زعما الحلم ديالي نرد الشباب لذاك الشيء اللي كانت، ما نظنش انني واحد النهار غنقدر نوصل لذاك النيفو اللي كانت فيه الشباب في العهد ديال الوليد الله يرحمه. دونك كنتمناه، ولكن اون ايو واحد لا جينيراسيون تبارك الله اللي دازت في واحد الوقت كلها اون ميم طون، اللي لا سبيسيفيتي ديال الشباب ديك الساعه انه ديك لا جينيراسيون كلها ولاد المدينه، ديك لا جينيراسيون كلها من المدينه، فورمي في المدينه، لعبت في فريق واحد، ما لعبتش في شي فريق اخر، سيتي بليزيور مومبر دو لا ميم فامي اللي كيلعبوا في نفس النادي،
الرعودة كلهم، ها القلاوات كلهم، ها الميغيلات كلهم، ها الحداديات. دونك سيتي اون تري غراند فامي، عائلة كبيرة. واخا سي هشام، انت في الدخول ديالك في المجال ديال السير في كرة القدم وفريق شباب محمدية دخلتي بواحد النوع من الهدوء، يعني كنتي الى حد ما بعيد على وسائل الاعلام. اليوم الصورة اختلفت ديال هشام ايتمنى، يعني مثير اللي كيثير الجدل، تصريحات هنا وهناك، فواش هي كانت استراتيجية انا بدخول لا بهدوء ماشي لا ثم ماشي استراتيجية في الأول. جمال دخلت ودخلت باش افيك لا ميم فيلوزوفي، لو موان دو بروي بوسيبل، ما نديروش صداع، ما يشوفونا حد، ويترك لينا العصا وتحقرنا. تحقرنا العام الاول، سي كانت الشهور الاولى ديالي، والى حد الساعه كنبقاو كنكون نبغاو نبقاو نحاولوا نبقاو نكونوا مثاليين في الجمهور. كنقول للجمهور ما نعيروش الخاص، كنقول للجمهور ليكيب ادفيرس نرحبوا بها، الجمهور نرحبوا به، التحكيم اللي يكون شي خطا نحسبوه خطا، ومن من من ما نفوتوش هذاك الاحتجاج الرياضي اللي كيكون في الملعب. ولكن كلينا شويه ديال العصا اللي جعل انه واحد الوقت لبست لا توني دو غير وخرجت باش ندافع على النادي ديالنا، باش قلت لهم اوكي الدراري انتم ديروا الخدمه ديالكم في التيران، انت الجمهور ديال الخدمه ديالك في التشجيع، ولكن الا كان شي واحد كيحارب النادي راه انا اللي غنتحارب معاه، ما تخافوش خلو كل واحد راه. اي سي لا و جو نو روجوان با ليدي ديال سيغتان ديريجون اللي كيزيدوا الجمهور يولي هو كيدافع على النادي وكيخرج من الدور ديالو. الجمهور الدور ديالو هو يشجع الفريق ديالو، ملي تكون مش مشكل مع خصم ولا مع تحكيم ولا مع اداره ديال العصبه ولا ديال الجماعه، راه المسير هو اللي خصو يمشي هو يدافع على النادي ديالو بالزاربيمون ديالو باش يدي. ورا الناس اللي كت جينيرالمون ملي كتجي كتحاور معاهم راه عندك دي زاربيمون، راه كيحترموهم وكياخذوهم بعين الاعتبار. واخا ولكن كيفاش يعني انه كتقول انه في فتره من فترات كليتو العصا، ولكن الفريق يعني في ظرف زمني قصير هو في القسم الوطني الثاني وهو قريب من الصعود للقسم الوطني الاول. راه تكلمت لك على ديك الثلاث شهور الاولى ديالي في البدايه. واخا ما كنشوف ان الاسم ديالك انت يعني الشخصيه ديال هشام ايتمنى حتى هي دارت واحد الضغط اضافي عليكم داخل شباب محمديه. بيان سور بيان سور راه كدار الضغط بزاف، والخوف ديالي انه العام الجاي تكون دايره ضغط اكثر من هادشي، يعني من لما يصعد الفريق القسم الوطني الاول غتقصد بيان سور. ولكن بون الى 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 اللعابه بغيناهم غدا يكونوا حتى هما واجدين وموجودين، راه صافي بارتي دو لا بريسيون pour de grands matchs. Donc, من دابا عليهم لا بريسيون. ولكن انت ايضا يعني انا قلت الشخصيه ديالك انت ايضا كدير ضغط اضافي، ولكن انت الطموحات ديالك ايضا كدير ضغط اكبر، لانك انت يعني باغي الصعود. جمال واخا جمال واش بغيتي انا ننافقوا؟ انا جيت بمشروع اللي عطيته للمنخرطين واللي غاديين فيه. واش بغيتي نسولك لا نقول لك لا؟ عرفتي حنا هاد العام بغينا نطلعوا فيز لو مانتيان ونخليناهم مخبيين؟ لا سيدي، راه حنا جينا وطلعنا ونهار طلعنا قلنا لهم الله يخليكم، راه الا بغى الله وكمل لنا راه حنا غاديين في واحد المشروع ديال بغينا نطلعوا للبريمير ديفيزيون، ويلا كمل لنا الله عاوتاني وطلعنا للبريمير ديفيزيون راه ما بغيناش نديروا لا فيغوراسيون، راه الا طلعنا غنطلعوا باش نضربوا. بون يمكن ما يكملش عليك الله ماشي مشكل، ولكن راه حنا جايين باش الا كنا غنطلعوا باش ناخذوا البنت ونعاودوا ننزلوا ما كاينلاش، نبقاو هنا. يعني بطموح كبير جدا. واخا سي هشام راه المشكله جمال، راك جمال راك سايق من فوتور بريسون، راك واخد فريق اللي هو فريق عريق، اللي فريق اللي عنده تاريخ. دونك الا كنتي غادي تجي باش تعطي افيك امبيسيون ديال داك الفريق ما تعطيش لي ريزولتا كي سون ا لا اوتور ديالو ولا ا ليستوار ديالو، علاش جاي؟ انا نقول لك واحد الحاجه، راه كاين 1000 واحد في محمديه يقدروا يديروا التسيير ديال النادي بوغ ايسي دو لو مانتينيغ مانون، ما كاينش مشكل. واخا دويتي على مثل اثناء الحديث على شباب محمديه دويتي على المدعمين، يعني شكون هاد المدعمين من غير هشام ايتمنى؟ ولو ربما يعني كنا قبل كنا كنتلاقاو مره في العام، كنجمعوا مع الناس ديال المدينه مع المكونات ديال المدينه مع السلطه، وكنا كنديروا واحد البيدجي وكنعطيو للفريق.
من نهار طلعت انا الى يومين هذا ما كانش اجتماع واحد، كنا كنتجمعوا جمرات في العام. يعني كيقولوا راه هشام كلف صافي، لا واش مكلف ولا راه ما كيبكيش، حيت الناس يمكن كانوا مول في الرئيس كيجي يبكي عاده كيبداو خصنا نردوا البال للفريق، راه الفريق في خطر. هذا واخا هشام يتمنى كنلقاوه داخل فريق شباب محمدية وطموح كبير، ايضا الفكره ديال الاستثمار يعني في مجال كره القدم خارج المغرب ايضا حاضره، كنلقاو عنده ايضا حضور يعني داخل الحزب ديالو يعني كيدير حتى السياسه ايضا. ف شوف السياسه رجعت من بعد، السياسه رجعت من بعد الكره جمال، فعلا عرفت الكره رجعت السياسه جات من بعد الكره فهمت، ولكن فين باغي يوصل هشام ايتمنى؟ يعني شنو الطموح ديال هشام ايتمنى في الفريق؟ في الفريق عرفنا الطموح ديالو الشخصي. انا ما انا الطموح الشخصي جمال ما نكذبش عليك، انا ما عنديش علاش نوصل، انا بالنسبه لي وصل ما عندي، جي با دامبيسيون دتر بلوس كو سكو شوي، الله يجعل البركه الحمد لله. زعما ما عنديش شي طموح اخر شخصي من غير هذا اللي من غير هذه الحياه اللي كنعيش، ولا بغيت اكثر منها راني مسطي، راني ما كنقناش ما قناش. ولكن الطموح ديما كاين، ماشي بالضروري يكون يعني يقدر يكون منصب يقدر يكون، ولكن جمال 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 شوف راه ما كايناش شي شجره كتوصل للسماء، دونك الواحد لا بدا يكون عنده طموح باش يزيد لقدام، ولكن راه ملي كتكون تسايق اون فواتور راه طون 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 خصك تشوف ان ريتروفيزور وتشوف موراك، وملي كتشوف موراك كديما كتحمد الله على ديك البلاصه اللي فيها انت. كاينه ايضا واحد يعني ملاحظه اخرى، وانه داخل الحزب ديالكم التجمع الوطني الاحرار كاين مجموعه من الشخصيات اللي داخل يعني انديه ديال كره القدم، واش هذه صدفه او لا امر مخطط له؟ هذاك شي خويا سول المسؤولين على الحزب، واش تسولني انا؟ انا ملي انا نقول لك واحد الحاجه، انه ملي عيطوا لي في الحزب ما عيطوش عليا كمسؤول ديال الكره، عيط لي الرئيس كولد المدينه كصديق ولد صديق ديال الاب ديالو اللي كانت عندنا معاه علاقه وثقه وثقنا في المشروع ديالو، داكشي علاش انا دخلت معاه. واخا تكلمتي المسيرين الاخرين سولهم هو ولا سول ولا سول الرئيس اللي بغيتي. واخا ايضا كاين مساله اخرى، تكلمتي ان ما عندكش يعني طموحات شخصيه، ولكن ايضا عندك علاقات يعني متميزه مع انديه ديال الهوات، مع مجموعه من يعني في مجال ديال كره القدم. لا واش ما عندكش طموح تولي منصب ديال المسؤوليه مثلا سير كره القدم؟ شوف جمال انا نقول لك واحد الحاجه باش نجيك، كانوا انتخابات ديال الجامعه وكانت دي بوسيبيتي باش نترشح ندخل مع دي جون ولا نطلب شي منصب، ولا في العصبه راه كانت العصبه حتى هي وتعرضوا عنا، تعرضت عليا شحال من حاجه في العصبه اللي منها تاع الرئاسه ولا نائب رئيس ولا شي حاجه. ولكن يا جمال كيف ما كنقول لك، انه الا خديتي واحد المسؤوليه خصك يكون عندك المشروع ديالها والوقت ديالها ولي مويان دو ريوسير ديال داكشي. انا ما كنظنش انه ملي كان عندي نيه ديني هذا، وكيف ما كنقول انه راه دخلت لواحد الكلوب اللي خص اعاده البنيه ديالو كلها، ما كانش عندي الوقت، ولو كان يكون عندي الوقت ليهم بجوج غادي نتهم بين ما راني استغليت شي منصب باش بنيت داك الكلوب. غادي يوليو رؤساء اخرين يقول لك لا راه كون ما كانش هذيك ما يكونش هذا ما يكونش هذا. دونك اللهم ننجح المشروع ديالي، هذا هو المهم اللي عندي، وهذا هو لو سول بوت اللي عندي، انه ننجح المشروع ديال النادي ديالنا. شنو تصور هشام ايتمنى؟ وشي يمكن الاحترام ديال المنخرطين ديال اللي عندهم معايا، انه شافوني ما مشيتش لحوايج اخرى وخليت النادي. عرفوا ملي كيعرفوا كيعرفوا بين مراك فريمون جيتي ليهم هما، وجيتي لهذاك النادي وجيتي لهذيك الفرقه، ما جيتيش بشي غرض باش تسمى هذيك الفرقه قنطره ديال شي حاجه اخرى، راه غير ديز دو خديتيها اون طونك مويان باش توصل لواحد الغرض ديال. واخا سي هشام انت كرئيس ديال فريق شباب محمديه كمتابع يعني الكره القدم سواء في الداخل او في الخارج، شنو التصور ديالك مثلا لاقلاع ديال كره القدم المغربيه؟ اشنو كينقص يعني مجال ديال التدبير في كره القدم المغربيه باش دير واحد النوع من الاقلاع؟ نهضروا بمعقول، الفلوس بطبيعه الحال كنظن معقول. الفلوس يا جمال،
On manque de moyens. On a des idées, mais on manque beaucoup de moyens. راه دابا كنهضروا دابا حنا كنهضروا دابا تهضر عليا الوداد لو بلو غرو بيجي ديال المغرب ياك الوداد لو بلو غرو بيجي ديال المغرب راه اي ريبريزونت 7 ولا 8 7% ولا 6% ديال البيجي ديال الاهلي ولا 10% كاع ديال النادي ديال في مصر. راه بحال بغيتينا نضربو كنضربو افيك دي زام ديفيرونت. واحد اذا انت كتشوف انا مشكل ديال الفلوس فقط؟ لا شوف لا ماشي فقط كاين ماشي مشكل السير مشكل العقليات مشكل الرؤيه ما كايناش مشكل الحكم الغائبه شوف كاين من بعد المشاكل كاينين كاين الفلوس سي ان بروبليم امبورطون. بلا فلوس راه ما يمكنش تنجح ولكن الفلوس ياك بحال سي كيف ما نقول لك سي اون ديمونستراسيون كيقول لك سي اون ريزون نيسيسير نون سوفيزونت. دونك راه محتاجين الفلوس ولكن ما كافينش. من بعد يفو ان بروغرام يفو اون جيستيون سبورتيف يفو اون كونيسونس سبورتيف. راه ما تنساش راه شحال من واحد يقدر يعيطوا عليه حنا في تخرج الشباب ما نهضروش على الفرق الاخرى حيت جو فو با دو بوليميك ولكن راه شحال من سير دازنا حنا في الشباب خدا فرقه يمكن كان في الاول ما كيعرفش الكره علاش حيت بون غناخذو مسير خاصنا واحد هذا ما بغاش لا هذا ما بغاش ما ناخذو شي واحد حنا نتعاونوا معاه وكنجيبو شي واحد اللي بعيد على الكره بزاف. دونك اش غادي يدير؟ واخا نبقى معاك في شباب محمدي علاش كنسمعوا غير اسمنا داخل يا امبورطون يا كيك شوز د امبورطون في لا ريوسيت دان بروجي. راه الا ما كايناش اون باسيون يوغا با دو ريوسيت. هذا امر مؤكد. شوف. Quel que soit le dirigeant, s'il n'y a pas une passion, il n'y aura pas de réussite. انا رجعت بك للشباب المحمديه. حنا كندويو على هيكله على تصور احترافي ولكن في الشباب المحمديه كنسمعوا غير هشام ايتمنى هو اللي كنسمعوا الصوت ديالو. لا كاين الناس اللي معنا في المكتب اللي كيديروا دور مهم منهم سي سعيد قرقوبي اللي كيدير واحد الدور يمكن كبر من الدور ديالي غير هو في الخفاء ما كيبانش. عندك الكاتب العام هشام كيدير الدور ديالو سان ترو دو فاغ سان بوكو دو دو هذا كل كيدير خدمته مزيان. كاين سي لي طون 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 كي فيان فوار دي ماتش اللي ما حاضرش بزاف كيقول لي دي مرات بزاف كفايه. كاين سي سعيد جميل كاين سي الحلو كي في دي ديبلاسمون ديال دي ميليي دو كيلومتر بوحدو. لي مومب سيغتان مومب دو كوميتي سون موبيليزي دوطخ جاو كي ني سون با فينو بار باسيون مي سون فينو في الاول ان طون كو سوتيان ديال المدينه. بون اي سو سون ان بو ايكيبسي. كاين عبد الله بن صالح انسيان بريزيدون اللي ولد المدينه تا هو كيحضر. نو اوني بوكو جون يا بوكو دونسيان بريزيدون اللي كيجيو يحضروا لوغ كي سون با دون الكوميتي. دونك عندك زياتي راه يفي تو لي ديبلاسمون. عندك صلاح ديال العراقي كي فينو. عندك لينو باكو اللي جا وسمع الهضره ولكن هذوك الناس اللي جاوا قال لك راه جا ايزون اوبليي كان مومون اي ايتي في الكوميتي ديال الشباب وكان بريزيدون ديال اللجنه المؤقته. دونك بوكو دو جون رجعوا. عندك واحد العلاقه متميزه بفريق الوداد وبسعيد الناصري رئيس الفريق. الو هذوك جوج علاقات جوج علاقات كاينه علاقه اللي عندي شخصيه مع سعيد لا غنفصلو في كل علاقه بوحدها. نبداو في البدايه بعلاقتك بسعيد الناصري صديق. واش من خلال الناصري جات علاقتك بالوداد ولا علاقتك بالوداد بدات قبل علاقتك بالناصري؟ لا شوف العلاقه اللي كانت عندنا مع الوداد علاقه قديمه ماشي اللي يلاه جات ما بين الشباب. كانت على الشباب والوداد ماشي يلا ولات العلاقه ديال هشام مع الوداد. كانت علاقه ديال نادي مع نادي. الحاج مكوار الله يرحمه راه كان صديق الوليد وكانت عندنا علاقه مزيانه معهم. يافي اون كوبيراسيون كنا كنتعرضوا عندهم. دونك يافي اون تري بون ريلاسيون ما بيناتنا ولكن كان ديما حرب رياضيه غير رياضيه ساسونيميتي للرياضه. افكتيفمون ملي وكانت عندنا هذه العلاقه ماشي غير مع الوداد. كانت عندنا مع فرق ديال المغرب بزاف وفريق اخر اللي هو الرجاء.
اللي يمكن اتيت بيرسونيل سميتو كنا نبقاو في الوداد، نكملوا في الوداد ونرجعوا عاد الوداد عاد نرجعوا الوداد. دونك ملي دقيت انا كرئيس ملي جيت بيان سور افيك هاد لي زامبيسيون اللي كانوا عندي والطموحات كلهم، الغرض عندي انه خصني موهبات، جافي بيزوان دو تالون سبورتيف ولا شي كلو. لو بلو بروش للمحمديه سي كازا، بون كازا لي ميور كلوب سي ولا سو كي افي لو بلو غرو فيفيي اي لي le maximum de joueurs c'était l'Ouidad. Donc تصلت بالوداد ومشكورين، رحبوا بنا وعاونونا وما سدوش عندنا الباب. شي ولو انه داكشي اللي كنا باغيين في المعاونه ماشي هي اللي كانت جات، ولكن ان توكا لو ماكسيموم اي تي في من 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 كنهضر على الوداد كمكتب. لانه الرئيس جا قال لي ودي شوف انت اللي كتقول زوين، ولكن واش عرفت كاش كتقول هذا بون نتناقش شحال، وقال لي شوف انا نقول هذا الكلام. انا جو في ليفيكتيف مع مع لونترينور اون فوا كو عندي التشكيله كملات مع المدرب، قال اللعابه اللي خارجين التشكيله حاجه وحده اللي الثاني انا غنعيط عليهم للمكتب، اللي قنعتيه خذوا اعاره ولا ترانسفير اللي بغيتي، ولكن راح خصك تقنعهم. وكان صعب باش تقنع اللعابه انه واحد اللاعب موقع في الوداد كتقول ليه الله يخليك انا راني في 4 ديفيزيون جي وقع معايا، ولا انا راني في 3 ديفيزيون جي وقع معنا، ولكن الحمد لله بعض اللعابه تقوا فينا وكاين اللي تقوا فينا قال لك هذا العام، كاين اللي قال لك العام اللي من بعد، ودونك الى كملتوا في هذا المشروع حنا غنتواصلوا معكم، والحمد لله ما خيبناش الله. وحتى حنا داك النظره اللي كانت عندنا فيهم كلهم تجبروا واحد مستوى لا رياضي لا اخلاقي احس اكثر من داكشي اللي كنا كنشوفو. واخا هذه كتكلم انت على علاقه يعني شباب محمديه بفريق الوداد، انا كندوي على علاقتك انت الشخصيه بالوداد، يعني لانك دابا انا تحولتي لمشجع لفريق الوداد. بيان سور مشجع، واش بغيتي ما تشجعش واحد الفريق اللي شجعني؟ ما فهمتش هذاك الفريق انا شجعنا عاوننا. مي بيان سور انا ملي كيكون لاعب ما لاعبش مع فرقتي غنبغي هو هذاك الفريق يربح، بشوف شجعته وداكشي جاي بالتبادل، حتى هما راه كيفرحوا لنا ملي كنربحوا، دونك انا كنفرح لهم ملي كيربحوا، هما كيفرحوا لنا كيفرحوا للخصم ديالنا، انه فتنات حنا كنفرحوا ملي الخصم ديالهم كيتاكل، دونك هادشي زعما سي تبادل. يمكن غتهضر ليا علاش انه في واحد الوقت شجعتهم ولا مشيت عطيتهم بريم ولا سي فري ماشي كلوب، ولكن لا غنتكلم لك انا غنتكلم لك على ان عندهم ماتش الرئيس كان مصاب، جيت مشيت شجعتهم في التيران ودخلت وعطيتهم بريم، وكانت خصهم يربحوا باش يساليوا البطوله، لانه كانوا مشاكل ما تنساش على ديك الساعه راه كانت لا بيريود ديال الناصيري بيرك في فرنسا، لانه كان المشكل ديال راديس مازال ديك الساعه لا تطرح، وما كانش هنا كان الرئيس ما قدرش يحضر الماتش، دونك قلنا لي شوف انت دافع على الفريق اللي حنا غنمشيو نشجعوا الفريق ديالك هنا. واخا في مقابل هذه العلاقه القويه يعني مع فريق الوداد كاين علاقه متشنجه مع يعني فريق الرجاء، واش ضروري علاقه قويه مع الوداد لا بد ان تمر عبر علاقه متشنجه مع الرجاء؟ دابا باش نجيك علاقه مع الرجاء ما كانتش خايبه، الناس كانوا من الناس هما اللي كنا مشينا شفنا، بون ما تجاوش معنا الرئيس ديال الرجاء هذاك حقه سي نورمال، اللي ما تقبلتش انه تحتقرنا من طرفه. و شوف انا جو سو بلوس اي بور اي دون بور دون، ما احترمنيش ما احترمتوش ما احترمتش فرقتي ما احترمتش فرقتو، رديت ليه الصرف ديالو، الجمهور ديالو احترمته، يمكن الجمهور ديالو واحد الوقت واخدني علاش انا شجعت الوداد ضدهم، هذاك حقهم يشجعوا فرقتهم، ما عنديش مشكل، ولكن ما يمكنش هما ما يبغيوش واحد اللي يسب فرقتهم ويتقبلوا واحد المسؤول ديالهم يسب فرقه اخرى. ما فهمتش يا جمال، واش زعما يسحبوني زعما واحد المسؤول ديالهم غادي يسب فرقتي وانا نبقى ساكت؟ ما عمرها ما تكون. دونك الجواب ديالي عندي وما بقاش عندي، وصلتوا لي وفي الفريق ديالهم
كنحترموه كفريق، ولكن الا ما احترموناش حنا كفريق حتى حنا ما احترموش كفريق. ما عنديش مشكل في هادشي وما كنحشمش. راه شوف واخا مشكل جمال، راه الناس الكبار والقدام وداكشي كله راه كانوا كيتحترموا. علاش؟ حيت هما كيوقروا الناس، دونك اللي خشى راسه في النخالين قبو الدجاج. واخا واش كاين شي رئيس ديال الفريق كيكلاشي؟ علاش بغيتي نكون منافق؟ لا هشام ايتم حيت هذا وكيفاش لا وحنا لا سيدي. شوف ضربني ضربك، شجعني نشجعك، تبغي لي خسران نبغي لك خسران. واش دابا الجمهور ديال الرجاء، الجمهور دابا ديال الرجاء كيف راه حيت الشباب خسروا بغيتيني انا نصفق حيت الشباب الرجاء تربح؟ مي بيان سور كنشوف الرجاء انا بحال كنقول واه لا سي با بوسيبل خصهم يخسروا. لا ولكن واش درتي شي استفتاء؟ سهل سهل الحال. شوف اسيدي، شوف انا الاستفتاء هو المعيار اللي كيوصل. لا لا واش درتي شي استفتاء؟ عرفتي انه كله كاين باغي تخسر. اسيدي النهار كله والنهار كله حنا كنشوفوا السبان، هما راه كتسمع الراديوات كتسمع هذا كتسمع عادي عادي في كرة القدم السبان ولا عادي؟ جمال ولكن جمال عادي انا نبغيك تخسر. واخا جمال شوف جمال بغيتي فرقتي تخسر نبغي فرقتك تخسر صافي سهل الحال. واخا دابا انت دابا انت غدا تبغي الشباب تخسر غنبغي انا الجديده تخسر، ما عنديش مشكل. انا دابا انا راك عارف انا محايد يعني في هذا. لا ما انا دابا شتي انت منافق. لا 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 شوف انا دابا لا شوف شوف جمال جمال هاد الكلمة لا ما كاينش. اسمح لي لا شو اسمح لي جمال اسمح لي جمال انا لا وخليني نكمل. لا تسنى والو جمال. لا 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 غتسمح لي انا نكمل. لا والو شوف واخا انت واخا انت مول الانترفيو انا اللي بديت غنكمل الله يخليك باش ما تحمسنيش. انا كان جو نو رومي با اون دوز اون دوت طون بروفيسيوناليزم. قولي انا واحد السيد بروفيسيونيل ملي كنمارس خدمتي ديال اكيد. شوف انا راني انا شوف راني شوف راني كنكون دابا دابا الموضوع اسمع على سيدي محايد. انت عندك لا محايد لا واحد العطف غير باش الموضوع عندك واحد العطف على واحد الفريق دابا حتى هو راه سي نورمال. ولكن ملي كتكون خدام وكدير دابا هاد اللايف ولا شاد جورنال كتكتب ولا كتكون في الراديو راه تو لو في دو مانيير بروفيسيونيل. لا دابا دابا انت مشيتي بعيد. دابا انت مشيتي بعيد دابا انت مشيتي بعيد. انا كندوي لك انه انايا يعني انت هو الموضوع دابا ماشي هو انا الموضوع. انا بغيتي تقول انني كنشجع انا لا شوف لا سي انا لا لا انا كنعطي انا بغيت الفريق ديالي على طبيعه الحال كنشجع فريق الدفاع الجديد ولكن ماشي هو الموضوع ديالنا. انا الموضوع انا ماشي هو الموضوع. انا الموضوع ديالي هو انه رئيس ديال النادي واش ضروري يدخل في مواجهات مع يعني مع انديه اخرى. انا ما دخلتش جمال انا ما دخلتش جمال. واحد السيد راه جمال ضعيف بغى يدافع على راسو وبغى يربح الحب ديال الجمهور ديالو جبدناه حنا. راه على ليميت جمال نهار الجمع انا ويا راه حتى واحد ما سمعها. انت ما سمعتيهاش حتى واحد ما تجمع نسمعها. ملي واحد من المنخرطين جاب رزتو خرج ليه ناري واش الرئيس محتاج يمشي لعند اي تمنى يشري ليه اللعابه؟ جا هو بغى يبين لا بين ما هذا قال له ويلي وهذاك ما عرفناش فين كيلعب هذيك الفرقه ديالو فين هي اش بغات تكون واش 4ييم ولا 6ييم ديفيزيون. قلت له بلاتي بلاتي حنا نوريوك الا انت ما كتعرفش التاريخ نعطيوك التاريخ. واخا كنتي قلتي نعطيوك التاريخ وان شاء الله يكمل عندنا الله نعطيوك غدا المستقبل كي غادي يكون حيت غدا ان شاء الله. واخا ما كتشوف ما كتضربناك في التاريخ وغنضربوك ان شاء الله في المستقبل. واخا سي هشام ما كتشوفش انه كرئيس ديال النادي ديال كره القدم كمسير في كره القدم المغربيه؟ او بلاتي نكمل السؤال نكمل السؤال. جمال هذاك الشيء غتقول لي غنجيك من الاخر جمال ونكمل السؤال. وانا ماشي رئيس يا جمال. لا لا انا انت رئيس نكمل السؤال. انا واحد السيد كيبغي واحد الفرقه ولا رئيس دابا نكمل غير السؤال. هذاك هذوك الناس وهذوك النوع ديال الرؤساء ياك نون باسيوني اللي جاو كيجيو بوغ اون ميسيون دو ادمنستراتيف. انا شو با فيني بوغ اون ميسيون ادمنستراتيف. انا راه ما عنديش اون ميسيون ادمنستراتيف. كيف ما بغى يكون الحال انا السؤال ديالي هو انه ما كتشوفش انه ان رؤساء الانديه انه خاصهم يتحلوا بواحد النوع من الهدوء ان التصريحات ما تكونش احيانا طائشه اللي ممكن تثير الكثير من ردود الفعل. واه جمال في النهايه رئيس في... ماشي مشجع. عندك الحق جمال انا رئيس بدون طموح. كون كان عندي شي طموح ديال شي منصب ولا شي حاجه هادشي كتقول عندك الحق. ولا ما كانش عندك طموح حسن ندفنوك صافي ساليتي الحياه. لا 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 عندي لا ماشي لا من غير طموح رياضي. الطموح ديالي هو الرياضه هو الفريق ديالي يربح ماشي الاخر. بو امبورت اسكو جو في اون بي دو ما بيرسون ولا دو مون ايماج.
واخا انا ماشي، انا شي با فوني بور سواني مون ايماج، ولا بغيت الناس يعرفوني في المدينه اش كندير ولا اش كنسوى ولا هذا. الحمد لله مدينه، احنا مدينه صغيره، وراه حنا كنا كنعرفوا بعضياتنا والعلاقه ديالنا مزيانه، وكل واحد كيعرف راسو اش سوي عند الناس. واخا كنتي قلتي لنا مالونغو ما غيمشيش للكونغو، مالونغو مشى للكونغو، وي كيفاش تعاملتي مع الامر؟ ولكن داكشي اللي كنقول خذو في الوقت ديالو. راه قلت لهم مالونغو ما غاديش يمشي، راه ماشي انا جيت بارك وضربني حمار الليل وجيت لك راه مالونغو في الصباح جمع، راه مالونغو ما غاديش يمشي. راه خرجوا بتصريحات وناري ومشاو جبدوا باسبور وفيزا ودي لاتر. راه الشباب محرقه لعاب اللي هو كازا دي، وهذاك اللعاب سبحان الله ما عمر شي واحد ما دوا عليه. هو اربع شهور هو عندنا، نهار مشى للوداد ماركه البيت الاول، البيت الثاني، البيت هذا تشامبيونز ليغ، هذا عاود ماركه ولا كازا دي حارق. وشوف شوف دابا باش تشوف، باش تشوف ان بو الكراهيه فين فين كاينه وفين كتوصل. خرج ديك الساعه باش ندافع على راسي وندافع على النادي ديالي، كما ودي ها اللي كاين راه هذاك مالونغو كازا دي راه ما حرقش، ها الفيزا باش جا، ها لا ديكلاراسيون اللي دارت، ها الكونترا، ها لا ديكلاراسيون ديال وزارة الشغل، ها لا دوموند اللي دارت ليه البوليس بور سا كارت ناسيون سيجور. ملي وصلت لي 30 جوغ راه مشينا درنا لا ديكلاراسيون عند النيابة العامة في محمدية باش يكون اون ريغل، ما عندناش مشكل. وملي ساليت قلت لهم حنا ما حرقناش العاب، ارانا دوك اللي خونوا العاب واش يقدروا يديوه غدا للكونغو، حيت حنا هذاك ما تحرقش. راه يمشي يدافع الوداد ويرجع، ولكن هاد اللاعب الاخر اللي هضروا ملي دقوا عليا واش يقدر يمشي ولا ما يقدرش يمشي؟ ايفيكتيفمون راه الا نسيتي راه ما مشاش لعب مع فيتا كلوب، راه سوا ديزون واحد لا بليسيور ديبلوماتيك. وملي مشى خصك تقول علاش مشى، راه اونتخ لو مومون فاش هضرنا ولو مومون فاش مشى راه خرج واحد الحكم ديال الفيفا اللي ادان اللعاب وادان الرجاء. دونك سي نورمال صافي، واش راه صافي ملي لافير ايتي ديفوني كلير، ملي هذاك اللعاب مشى وعنده حكم راه خصو غير يخلص واحد المبلغ مالي في بلادو، راه ما كاينش اللي غادي يمنعو باش يعاود يخرج. المشكل ديالو ولكن علاش الاصرار، علاش الاصرار ديالك على الدخول في هذا المجال؟ وما العلم فهادشي كله سي جمال، راه لو فيت دافوغ في سيني مالونغو او رجا زيت افي اون تخي بون افيغ رجا، انا قلتها وهو كيقولها. لا كيسيون كيفو سبوزي مانو جمال هي العام الجاي اللي كان عندنا شي لعاب، واش نمشيو نسينيو الترونسفير ديالو مع الكلوب ديالو ولا نجيبوه دو مانيير ايليغال باسكو سا كوت موان شير في الحكم ديال الفيفا. هذا هو السؤال اللي خصو يتطرح. اما دان بوينت فيو سبورتيف لو رجا افي اون تخي بون ان تخي بون ريكروتمون، يا غيان ا دير. اي دان بوينت فيو فينانسيير رجا انكور افي اون تخي بون افير. خا يعني انا التساؤل ديالي قلت لك علاش اصرار على انك يعني تدخل في هذه المتاهات هذه ديال هذه التصريحات الطائشه. كيفاش دابا كيفاش بغيتي تقول لهم راه هما كيحرقوا اللعبه، نقول لهم ميرسي برافو عليكم. يعني هذا رد فعل ديالك؟ ماشي رد فعل، اكشن رياكشن معايا جمال، راه ما كاينش. واخا في كرة القدم في مجال ديال التسيير ديال كرة جمال القدم. جمال 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 جمال، الاحترام ديالنا للجمهور ديال الرجاء احترام، لانه جمهور كبير وجمهور اللي كيساند وكيبقى ديما يشجع فرقته، وشفناه بين ما الي كابابل دو 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 ردوني ان كوراج للفرقه ديالو بوغ كيل بويس فير دي شوز اللي ما يمكنش الواحد كان كيقول لي يقدروا ينجحوا. ولكن راه غير احترام ماشي خوف، راه الرئيس ديال الرجاء كيخلع يمكن بعض الناس ولا بعض الفروق بالجمهور، حنا غادي نحترموا داك الجمهور وكنطلبوا منهم يكون احترام متبادل ماشي خوف. واخا احترمنا الجمهور ديال الرجاء حنا كنحترموا هو ونحترموا فريقه. واخا شوف بقات عندنا واحد 8 دقائق نحاولوا نكونوا يعني مختصرين، ما كاين مشكل القطع وعاود عيط. نحاولوا بالنسبه كاين شي حاجه في كره القدم ولا في التسيير ديالها درتيها وندمتي عليها؟ بيان سور، مثلا مثلا دي ريكروتمون اللي درت، مثلا ان كوتش اللي جبته ما نجحتش فيه. دونك انا شوف جمال، انا جو ني با لا سيونس انفيوز، راه جو ني با لا بيرفيكسيون،
ولكن في واحد الحاجه، راه ملي نغلط راه نقول لك غلطت ونصلح الغلط ديالي، راه ما نبقاش غادي في داك الغلط ومغمض عينيا باش ما نعترفش بالغلط. مي بيان سور اي جو في فير اونكور دوت زيرور. ولكن الوعد الواحد اللي كنعطيك انا ملي كندير ليرور ولا اقتنعت بها راه غنحاول نصلحها في ديك الساعه. واخا سي هشام دائما عودتينا على التصريحات مثيره، تصريحات احيانا قويه، ولكن ملي كتجي حتى للجامعه الملكيه المغربيه، لا نكمل السؤال، كتجي حتى للجامعه الملكيه المغربيه كره القدم التصريحات ديالك كتولي بعقلها، كتولي هادئه، كتولي هادئه. راه نهار كان عندي مشكل في التحكيم وقلت راه انت اول واحد اللي كنت هضرت معاه يمكن في ديك الساعه ملي كان برنامج المريخ الرياضي، راه دزت معاك انت ملي كان المشكل ديال التحكيم وانه تتهمنا بان كانت شكايه ضدنا وما كانتش، راه جاوبت المسؤول ديال الجامعه قلت له الا عندك الجرأه خصك تحط الاستقاله ديالك وتمشي بحالك. ولكن ملي الجامعه كدير خدمه انا صفق ليها نقول لها درتي خدمه مزيانه، ملي الجامعه كتعاون نقول لها تعاون، ملي عندي مشكله غادي نقول لها الجامعه فاس ما عنديش مشكل. وراه لو بريزيدون دازو بيناتنا حوار، داز حوار سخون، داز تشجيع، داز تاثير، ولكن المشكل يا با بروبليم بيرسونيل اي سي كيلكان كو جي ديكوفير باسيوني. واخا علاقتك بانديه الهوات، علاقتك بانديه الهوات واش في هذا الاتجاه؟ يعني شوف انا نقول لك واحد الحاجه، العلاقه ديالي ديال الانديه ديال الهوات جمال هذيك عامين ونص في الهوات مكنتني باش جي ديكوفير ان بو بلوس، انا كتعرفوا باسكو حنا كنا كنمشيو للبلاد اللي كنا صغار داكشي كله، ولكن جي ديكوفير ان بو بلوس لو ماروك بروفون، داك المغرب العريق اللي هذاك ودوك المدن الصغيره والامكانيات ما كاينينش وهذا، وفين ما مشينا حسينا بداك الكرم المغربي في الاستقبال وفي حسن المعامله. كان بيان سور عندنا شي مشاكل حنا في دي بلاسمون، ولكن سيتي يمكن مره في 10 ولا مره في 20. دونك وتعاملوا معنا ديما كانوا كيضيفوا داك الفريق العريق، الفريق بالتاريخ ديالو باللعبه ديالو. بيان سور لي زانسيان ديالنا كانوا كيمشيو يتبعونا في دي بلاسمون، فهراس، عسيله، بطابوط، كلشي مانيش بقى نقول كويد، كلهم جاو. دونك وتشوف كيفاش هادوك الناس كانوا كيرحبوا بدوك النجوم ديالنا اللي في الحقيقه خسرنا دي ماتش، ربحنا دي ماتش، جينا رابحين جينا خاسرين، ولكن بقات عندنا اون ريلاسيون. ملي كنطلعوا كلهم كيعيطوا كيهنيونا، جاو حضروا معنا في الاحتفالات، جاو عاونونا، جاو ساندونا في لي ماتش ديالنا اللي كنا كنلعبوا داك العام. راه كتي شاك ماتش كتلقى ما كاينش الماتش اللي كانت فيه قل من 5 6 بريزيدون كيتفرج، وكاين واحد الماتش، واحد الماتش اونيتي 9 بريزيدون ديال هو جايين يتفرجوا في الشباب. وكيفاش هذوك الناس غدا دابا ملي طلعت انا، ولكن راه كاين اللي كان مخلي فرقته كيتفرج بك. لا 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 كاين اللي ماشي كان مخلي، كانت عنده فرقته في ديبلاسمون بعيده وما قدرش يمشي، ما قدرش واش زعما كاع حبا للشباب ماشي حبا. لا 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 العلاقه اللي درت معهم انا انه وحسوا بينا حتى حنا تعاملنا معاهم بنفس المعامله، ما خديناهمش من الفوق، ما احتقرناهمش. سي با باسكو نافي بلوس دو مويان كو قلنا لهم وحنا جايين غا عندكم انتوما هاد العام وبسلامة عليكم، وعوعدناهم وعدتهم انا قلت لهم ما حد باقي في الكره غتبقاو انتوما ديما عائله ديالي، عائله كرويه، انا غنبقى نحسب راسي لاعب مع الاحترافيين ولكن عندي عائله في الهوات وغادي نبقاو ديما ندافع عليهم، لانه دوك الناس كيعيشوا في واحد الظروف اللي لا بلوبار دي بريزيدون ديال ليليت ما عارفينهاش، نوطامون في هادشي دابا ديال لا روبريز ديال لو فوتبول اللي باغي يمد لو روبريز ديال الشامبيونا. راه سي جمال راه الناس كيعانيو، خصنا نعاونوهم، خصنا نتجانبو باش ما يعاودوش يلعبوا، لانه سا ريسك دو كوزي بوكو دو بروبليم لوغ جوار و سا ريسك دو تري فان دو كارير بوكو دو جوار. واخا بالنسبه للملف هذا يعني الملف ديال الوداد في الطاس، واش شفتي الوداد يعني كيفاش التعليق ديالك على هذا الملف هذا؟ شوف التعليق ديالي بيان سور انا كنتمنى وكنتمنى من المغاربه كلهم يساندوا الوداد، لانه هذيك الوداد راه المغرب هذاك وهذيك راه الوداد، ما بغينا ولا ما بغيناش راه الوداد اول، شوف اول فريق
اللي كان كيتعتبر فريق مغربي 100% اساس المغاربه اللي حبوه المغاربه كلهم، واخا حنا من بعد حتى حنا راه عندنا فريق ديالنا وبغيناه، ولكن واحد الوقت راه كانت الولاد ديال المغاربه كلهم خصها تبقى هذيك العلاقه. كان الناس كيقولوا لك وداد الامه، راه ماشي كذوب. دونك خصنا نكونوا مورا الوداد في هاد الازمه. راه الوداد شي دابا صعيب عليا نقول لك الرجاء لعبه في مع فريق اجنبي وبغيت الرجاء تخسر. يمكن ما نفرحش اللي ربحت، ولكن ما نبغيش تخسر، واخا لانه 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 كنشوف انه راه المغرب هذاك راه تمثيليه مغربيه وطنيه. دونك كنتمنى الدفعات ديال الوداد تكون دفعات مبنيه على قانون. وعلى دابا شوف التصريحات اللي كانوا سي هشام، في جوج كلمات بقاو لي واحد جوج في جوج كلمات اش تقول على سعيد النصير؟ خصو العوين وخصو ان بون كوميتي ديغيغ لي. واش نقول جواد زياد؟ ما عندي ما نقول ليه، كنتلاقاو. السلام عليكم. فوزي القجع، كيف ما قلت لك مازال محتاجين ليه، انا كور بزوان دو سون سوتيان. هشام ايتمنى شنو تقول ليه؟ دير عقلك شويه سي هشام. ايتمنى ما غاديش نقول، ما غاديش نكمل كنقولها غير البودريقه. مي نو شوف، يفو كو بالنسبه لي انا يفو با كو لا باسيون برين لو دوسو، ولكن مالوغوزمون سي كوم سا. سي هشام كنشكروك على هذا الحوار اللي خصيتينا به، ونتمنى يروق يعني المتتبعين، والى لقاء قريب ان شاء الله. شكرا شكرا شكرا, شكرا. شكرا.